هذا السؤال الثاني يقول: أنا صائم في السعودية وراجع إلى بلدي، هل أفطر معهم؟ حكمك حكم البلد الذي أنت فيه عند نهاية الشهر، إذا أفطر الناس أفطر معهم، وإن صاموا تصوم معهم، قوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، فلا تخالف الناس، وإن نقصت الأيام فإنك تقضي يوما. إذا أفطروا قبل أن تكمل أنت، إذا أفطروا هم قبل أن تكمل تفطر معهم وتقضي يوم الذي نقص عليك.